البرنامج النضالي التي تسطره يعني التنسيقية الوطنية، يعني إضراب وطني من 4 حتى 8 مارس، ومن 5 حتى 8 مارس اعتصام على مستوى الجهات. هذا الإضراب جاء في إطار يعني التهديدات التي تشنها الدولة على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل أنها يعني ترضخهم النظام ديالها والقوانين ديالها بواحد الشكل اللي هو مستبد، ومن بينها تهددهم بقطع الأجور ضدا يعني على يعني سني يعني ملحقات العقود. وهذا يعني دليل على ذلك هو أن لحد الآن أفواج 2016 يعني جهة مراكش، جهة زاكورة، جهة الشرق، جهة الدار البيضاء لم تصرف يعني مستحقاتهم المالية. ولهذا يعني أقول أن نظام ديال التعاقد هو واحد النظام كيكرس الهشاشة وكيكرس يعني عدم الاستقرار النفسي والاجتماعي للأستاذ. أن الأساتذة في إطارهم التنسيقية التي الأساتذة اللي دارنا فرض عليهم التعاقد، أن المطلب ديالها مشروع اللي هو إسقاط التعاقد، وليس فقط يعني أننا احنا ماشي المطلب ديالنا الأجور فقط، وإنما تسوية الوضعية ديالنا كجميع الأساتذة في إطار الوظيفة العمومية، الإدماج في إطار الوظيفة العمومية. نحن أساتذة من أبناء هذا الوطن ومن الشعب الفقير، من الشعب يعني من فئة الفقيرة. وبالتالي أن النظام الأساسي للتعاقد يكرس كذلك أنه الإجحاف على المدرسة العمومية وعلى كذلك ليس فقط الأستاذ وإنما أبناء هذا الشعب، أبناء هذا الشعب. يوما ما أن الأبناء ديال الشعب أن إلا بغيو يقريو ولادهم خاصهم يحيدوا من جلدهم ويبيعوا من حوايجهم باش أنهم يقريو الأبناء ديالهم. لذلك حنا اليوم خارجين ليس إرضاء في أننا ما بغيناش نقريو، ولا إرضاء أن هذوك الأولاد اللي هما أولادنا ما بغيناش نقريهم ونديروا هذا الخلل في المدرسة العمومية، وإنما الدولة والحكومة تتحمل جميع المسؤولية فهاد الإضرابات المتتالية للأساتذة هي اللي خلتهم أننا نوضعوا في هذا المشكل هذا من أجل إنقاذ الوظيفة العمومية وإنقاذ التلميذ اللي كيقرا في المدرسة العمومية، وهما ولادهم يعني يدرسونهم في أحسن المدارس وبأثمنة خيالية، ونحن اليوم التلاميذ ديال المدارس العمومية ما لاقينش باش يقراو باش يشريو الكتب. الآن الدولة يعني تفرض على التلاميذ المدرسة العمومية أنهم يخلصوا رسوم ديال التسجيل هكذا يعني باش ولي باش تم البيع ديال المدرسة العمومية. اليوم حنا رافضين هذا النظام ديال التعاقد والمطالب ديالنا مشروعة، وهذه رسالة أقول أن المعركة ديالنا لا زالت جنينية. الآن هذه بداية للمعركة، يريدون أن يقمعوننا ويشتتوننا، لكن يوما على يوم كرة الثلج تكبر ثم تكبر ولا زالت تكبر. التنسيقية لا زالت طفلة صغيرة أقولها، ولا ينتظرون أن القمع والجرح والسجون سيخلينا عن مطالبنا. لما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.